الخير متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم الثلاثاء إن شاء الله ستبقى الأجواء الحارة أو شديدة الحرارة بالسيطرة على عموم مناطق المملكة باستثناء بعض من أجزاء المناطق الغربية. درجات الحرارة تلامس أواخر الأربعينات في عموم المناطق. نبدأ نشرتنا بالتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة الرياض. بتسجل 44 درجة مئوية وأجواء حارة ونسبة الرطوبة 36% وسرعة الرياح 25 كيلومتر في الساعة. نبدأ جولتنا بالتعرف على درجات الحرارة في عموم المناطق. نبدأها شمالاً، وسكاكا بتسجل نهاراً 41-27، ليلاً كذلك الحال. عرعر تبوك 40 نهاراً 25 درجة مئوية ليلاً وأجواء حارة جداً. ننتقل إلى المناطق الغربية مع المدينة المنورة 46 نهاراً 32 ليلاً، مكة المكرمة 46 نهاراً 33 ليلاً، الطائف 36 نهاراً 28 ليلاً، وجدة 40 نهاراً وبتنخفض ليلاً إلى 32 درجة مئوية إن شاء الله. المناطق الجنوبية الغربية أبها 32 نهاراً 19 ليلاً وغبار خفيف، الباحة بتسجل بين 33 و22، جازان بين 37 مئوية وبتنخفض ليلاً إلى 29 درجة مئوية إن شاء الله. ننتقل إلى المناطق الشرقية مع الدمام بتسجل بين 42 نهاراً 32 ليلاً، الإحساء بين 46 و30 وغبار خفيف، حفر الباطن بين 45 نهاراً وبتنخفض ليلاً إلى 32 درجة مئوية. أخيراً مع المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض بتسجل نهاراً 44 ليلاً 29، بريدة بين 43 و29، وحائل بين 41 نهاراً وتنخفض ليلاً إلى 25 درجة مئوية وأجواء شديدة الحرارة. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب أو حملوا تطبيق طقس العرب لتعرفوا كل ما هو جديد عن حالة الطقس. إلى هنا، إلى اللقاء.